بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاول يعني حابه اقول كلمه صغيره. في ناس كتير استظرفت على الفيديوهات اللي انا كنت بنزلها في اول الجروب حله المحشي، والمره الجايه يشرح لنا الملوخيه والكلام ده. انا بحاول يا جماعه اوصل المعلومه بطريقه بسيطه بحيث ان انت تربطها بحاجه بعد كده، تمام. النقطه الثانيه اللي انا حابه اتكلم فيها في عجاله سريعه، دي اخر مره هشرح فيها الجزء بتاع الكويز في عجاله برده، سواء كانت فيسيو او سواء كمبار. فانا ان انا مش عايزه يتعمل لي مشاكل بسبب عصافير الجنه وبسبب ان انا اتخنقت من التعليقات الظريفه بتاعتي، فدي اخر مره هنزل فيها شرح. ويا ريت لو حد حابب انا انزل شرح بعد كده يبلغني. هنبدا بقى. الاول احنا شرحنا المره اللي فاتت الجزء البسيط ده وقلت عليه، هبدا بقى اشرح اللي هو السيمبل ديفيوجن في البسف. عندي الترانسبورت بينقسم لنوعين، سمول مولكيول وي لارج مولكيول. السمول اللي هو الجزيئات الصغيره، الحاجات الصغيره زي الرز، الحاجات البسيطه اللي احنا بنحطها في الاكل دي. يعني انا مثلا لو عندي جردل وحطيت فيه شويه رز كده صغيرين هينزلوا بسهوله، لكن لو جبت مثلا حجر، صخره، مش عارفه ايه، فده هيتراكم تحت بصعوبه قوي ونزوله هيبقى بصعوبه، في عمليات فيزيائيه هتحصل فيه اكتر. فنركز مع بعض في السمول مولكيول. الرسمه دي كلها عباره عن تلخيص لكذا صفحه في الكتاب. السمول مولكيول عندي بينتقل من نوعين، الباسيف ديفيوجن والاكتيف ديفيوجن. الباسيف ديفيوجن بينقسم برده لنوعين، الشجره دي هتحسوها طويله قوي بس هي ملخص لحاجات كتير اللي هيفهمها. السمول ديفيوجن بينتقل بطريقتين، يا اما ثرو الليبيد بايلير عبر الطبقتين بتوع الدهون اللي هما بيبقى شكلهم عامل ده في عجاله، يعني انا بحاول ارسم، بيبقى اللي هي الطبقات بتاعت السلمبرين. اما في البروتين تشانل، البروتين تشانل عامله زي العربيات النقل الكبيره، هو البلد ما فيهاش تصاريح ان انت تمشي في الطريق ده، بس في ان العربيه هي اللي تقدر تعدي، ما فيش طريق ان انت تروح بمشي، في طريق بس ان انت تركب. فيا اما تمشي بالليبت بايلير يا اما تركب العربيات اللي هي البروتين تشانل. عندي بقى الطريقه الثانيه اللي هي الاكتيف. الاكتيف ديفيوجن بتنقسم لنوعين، يا اما برايمري يا اما سكندري. البرايمري في عجاله برضو اللي هو اب هيل، انا بطلع. السكندري داون هيل، يعني يا ريت بس نحفظ المصطلحات دي لانها مهمه. البرايمري اب هيل، اما السكندري داون هيل. الاكتيف بيحتاج طاقه اي تي بي انرجي. طب ايه الفرق؟ البرايمري بيعمل اي تي بي بس، اما السكندري بيبقى عايز المركب بين المركب تاني. الصوديوم بيساعد الجلوكوز انه يطلع، لان الجلوكوز ما بيبقاش قادر انه ينزل لوحده، فبيحتاج معاه الصوديوم والجلوكوز وفي مواد تانية كتير. المهم احنا كده خلصنا من الاكتيف والباسيف. الفاسيليتيتد كلمه مميزه فيه، بيحتاج كارير بروتين. الفاسيليتيتد كل اللي احتياج فيه كارير بروتين. خلاص كده خلصنا السمول ترانسبورت. اللارج مولكيول بينقسم لنوعين، اندوسايتوزس واكزوسايتوزس. اندوسايتوزس انا ببلع، باكل فببلع جوايا. الاكزوسايتوزس بطلع، مثلا بخرج الاكل اللي اكلت حاجه مش ظريفه او في بطني فبطني ما استقبلتهاش وطلعتها، يسموها بقى زي ما تسموها. الاندوسايتوزس بعمل انجلف، ببلع. بصوا يا جماعه، يعني هي انا ببسطها لنفسي ان كره الجولف بتبقى عشان انزلها بنزلها في حفره تحت الارض، لما بيجوا الملاعب بتتعمل بتبقى في حفره، فانجلف تحت اهي، انجلف جوه. اما الايزوسايتوزس طلعها اوت، طلعها بره الخليه. طيب هنبدا بقى نشرح الحاجات الديتيلز اللي فيها. الليبيد بايلير بتنتقل من كذا مركب، عندي نيتروجين، عندي اكسجين، عندي الكحول اللي هي كحولات، والووتر. الووتر هنلاقيه مشترك في حاجات كتير قوي بتتنقل عبر طرق كتير. هتقولوا لي ليه عمليات فيزيائيه بتختلف من مركب، يعني من مكان للتاني، فيا اما الووتر بينتقل من هنا يا اما بينتقل من مكان تاني. المهم ليه الووتر بينتقل؟ لانه ده مهم جدا. اشمعنى الووتر بينتقل في الطريق ده؟ او ليه يعني الووتر ليه كذا طريقه ينتقل منها؟ طيب الووتر لو ليه مواصفات معينه، سمول مولكيول وهاي كاينيتك انرجي، ليه طاقه عاليه صغير جدا، بيقدر انه ينتقل من ليبيد باي ليبيد. طب لو ما فيهوش ده بينتقل من طرق تانية. طيب ال NB دي ملاحظه،
ملاحظه ونخلي بالنا منها ونحدد عليها بالهايلايتر اللي معانا. الجلوكوز ما بيعديش كانت باص. ليه؟ لان الخليه بتحبه، بتبقى عايزاه، بتبقى محتاجاه. السيل نيد ات، بتبقى عايزاه. دونت سليبيول، ما بيدوبش. الخليه بتبقى عايزاه فهو ما بيدوبش في الليبيد فايليت، طبقات الدهون. الاندوسايتوزيس بيعمل انجلف، بيبلع. طيب في ايه كمان بيبلع؟ ايه المواد اللي بيبلعها؟ الووتر والايونز زي البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. اللي انا معلمه عليه بدوائر حمراء زي الورده دي فيها كذا طريقه تنتقل بيها. يعني معلمه على الووتر لانها ممكن تنتقل بالبيوريت، مع اللي معلها هنا لانها ممكن تنتقل بالاندوسايتوزيس، معلمه على البوتاسيوم والصوديوم لانهم برضو بينتقلوا هنا في البوتاسيوم والصوديوم. فالحاجات دي بتنتقل بكذا طريقه، ممكن تنتقل عبر الليبيد بايلير او في الاندوسايتوزيس والاكزوسايتوزيس. يعني لو عندنا اكله ناكل اكله كبيره، احنا قلنا طبعا الاندوسايتوزيس بتبلع، بتعمل سيل ايتنج، الخليه بتاكل. فانت لما بتاكلي حاجه صغيره بيبقى فيها جزيئات ميه، فهي بتبقى في الووتر هنا. تمام. عند الاندوسايتوزيس يا ربي البروتين تشانل ليه مواصفات معينه، يا اما نون جيتد يا اما جيتد. النون جيتد الطريق سايب يا معلم من غير اي حاجه، هعدي مفيش رشاوي ولا في اي حاجه. نون جيت ليك، ليك تشانل، الدنيا سايب، الدنيا سباح مدام. طب جيتد، الجيتد ديت كله بحساب، هتشيك هتعدي ازاي. عندي فولتج وعندي ليجل. الفولتج يعني بدفع ديت عمله الفلوس. فولتج بدفع الفولتات، بدفع جهد، بدفع كهرباء. لو دفعت جزء معين من الكهرباء، دفعت مثلا 40 فولت هعدي من البورتين دي، هعدي من القناه دي. لو دفعت 50 فولت هعدي من قناه ثانيه خالص، انت وشطارتك. طيب عندي الليجند. الليجند دي يعني المواد الكيميائيه اللي بترتبط بيها زي الاسيتايل كولين، لما بيرتبط في اللي هو المنطقه دي، فساعتها بقى الاستايكولين لما بيجي يجي ويحفز الكالسيوم انه يطلع وينتقل عبر المستقبلات الريسبتور، الكلام ده كله في الليجن. انا بدفع امبلس، بدفع اشارات كهربيه عشان اقدر اعدي. تمام. ديت تعتبر اول ثلاث صفح من الكتاب عندنا.